أتي بنادم لا بد يسك الخطأ، ولكن اللي نفوه مسلم يغني خطأ أدي الري يتوب ربي تبارك وتعالى. أشكر ربي هذا سيفرح ستوبنس. أشكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيق على بعيره قد أضى الله بأرض فلات. هن ربي تبارك وتعالى أريد تفرح سيسم غنسي أدي الري غير كليت تفرح كرنيان يغيث تجلى يعني طارمت نس الصحراء يا في تريد سرس أريد تفرح وقال نسيت تفرح ربي تبارك وتعالى. إذا نسم ربي دو مسلم أي 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 في التساع أدوري سكار الذنوب يغتر ذكرا يغتر ذكرا يعني عند الذنوب أنا خشنت أشكو غيكان إيكا غارس يخشن. أرتني ربي تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هان راح يتحدار الذنوب اللي سكاري غاحوا زريكرانيا. أرتني الحديث: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعله الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هن حديثات النبي عليه الصلاة والسلام راح يستقصد غميد لسكارين الأعمال يقنوا رزل كرانيا. هن التشكان التوين نعمل قود نين يوم القيامة ولكن أرتظلان أرتقوم الليل أسكن كي تعمل ولكن يوم القيامة أركل اللي تحبط ربي الأعمال. أشكرت نسكارن أسكن الذنوب اللي عطيني أورز الكرانيان. وكان بنادم غير يتهنى الذنوب اللي تيري نغ الخلوة يغتورز الكرانيان أي جهد أكا يونس نفسنس أي سكر ما يفولكين أريد تكون نفسنس لعمل صلحينين أي تحاول أدري تلقى وحدوت دار تحاول تيري ميد نصلحينين أدي سنتس كويوس دار تلقى ربي تبارك وتعالى أدي تيني بها الناس يدير ربي اللي يسمو قول يطالع في الله دا يتخيل بنادم ماد يسديسيسكوس كرانيان مدن لصلحنين اللي غاية تحشم باش الديسكوسي السيديسكوتي لحشمة ربي تبارك وتعالى. أشكون النبي صلى الله عليه وسلم التني استحي من الله استحياءك من رجل من أهل رجلا من أهلك أتكسد التحشم ربي تبارك وتعالى غير كلي تحشم غير أورغاز نيتك منك. وكان بنادم ما دي تذكر الموت التيني هاني أصير تشكال الموت تفيد الذنبات ماني كانت تذكر ربي تبارك وتعالى. دار دي تذكر بنادم ما يسكر ربي تبارك وتعالى يسم كان الناس اللي كان ينغراس دماس نفل غلجن تيختن ربي تبارك وتعالى. وكان ينشعر التيني: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. عند ربي تبارك وتعالى ولا فلس تغيب تكر نيات تكر الحاجة لكن حيث مقول راح يزرع سواء غيد ولا زال.